شوف، كنت بوقتها رايح على دائرة الأجانب أجدد الإقامة مالتي، أنا أحكي لك قبل. صح. بس كان هذاك اليوم سبحان الله. حجي لا أسولف تمام. لا أسولف لأبو زاج لاني رحت على دائرة الأجانب، أكو موظفة عنصرية سمينة الو. اسمها مرادية، لحد الآن أتذكر طبيت عليها قلت لها جود مورجن مرادية، قالت لي جود مورجن، قلت طب كان أسد الباب بوش. حكيت ويا ولد تركي اللي قاعد بالباب اللي ياخذ من الاقايم يسال الكمبيوتر على مود يشوف السرعه على الحروف، السرعه مال اللي يجون للتجديد الاجانب. قال لي حسين ابي ابو شاهين ابي موس نشتي بلا، قال لي لت يعني لا تظل هنا انا واقف، قال لي لان انا ما اقدر احكيها بالالماني هم ممنوع هذا، قال ترى هاي تكره اللاجئين الو او بالاصح الاجانب، اي واحد شعر اسود ما تبلعه ابو زاجد، شعر اسود قال لا تقرب عليها. الحاصل وابوها كان مسؤول القطار اللي حطوا به المساجين بالحرب العالميه الثانيه بيوم اللي قالوا هذول ما محسوبين على المجتمع، حالهم حال صباغين القنادر ما يجيبون ايرادات للبلد. الو فقال ايش ما تحكي وايش ما تجمل بروحك، ولو مو تلبس لو مو تحط عطر مراديه ما تريدك. الحاصل قلت له والحل، قال هي باكر ما تجي، الشفت مالتها بس اليوم، باكر ما تجي عقب باكر تجي، فانت باكر من الصبح اريدك هناك، وشايف انت من تقعد الصبح واجواء هنا مطر وبرد وكآبه، واقوى شخصيه اقوى شخصيه بالمانيا ما يتريق الصبح، ال 12 الظهر قهوه وجقاير، ورا 12 يلا تنفتح نفسه للاكل، هو هيك الطبيعه هيك تقول هناك. واردة صحيح مثل بالعراق، تقعد من الصبح باقل ودهن وتشهى وحلقك ناشف ولسانك مادة تقول اسفنجة، تقعد من الجوع لين الجو حار، لا هنا أنا جسمك متشبع بالماء فأنت تشتهي بس القهوة والجقاير. صحيح. الحاصل جيت على مكان يسمونه البكراي، البكراي يعني مكان اللي يبيعون بيه الفروشتو والريوق الصباح، القهوة الكواتسون اي بروتش يعني بيض، وهذا الكرواتسون سوالف الريوق اي، والتشيكانو والميكانو، هذن الاكلات الالمانيه، كرتوف الزوزه من هالامور، بيتزا دي كلاين، بيتزا ماغاريتا اوخيه، تشيكن بيتزا متولندينا زوزه متروكلي، ذني كلها قطع صغار يجن اني ولا اكله تارس راسي، منتظر المطعم العراقي ايش وقت يفتح، برج ال 12 12 وربع اروح اضرب يمه كباب. حلو ابو زاجل انا قاعد طبيت، اكو بنيه قبل كنت اشتغل بهذا المكان جوا بالافران، طويله المانيه ضخمه صاحبه يعني جسم، تلبس كله بطرون عريض وتلبس تلبس قميص عريض لان تستحي تلبس ضيق لان جسمها شويه عندها ترهلات مثل ما تقول. حلو شيلو لي عندها سيلوليك، بس البنيه جدا جميله جدا، يعني ايش قد اكو درجه جمال، هي جميله وجه جسم ما يعتنون هنا خاصه هذول اللي يشتغلون من الصبح للليل ما يعتني، يقول لك انا اريد اطلع فلوس. طبيت قالت له هلا وشاتسي هلا وشاتسي يعني هلا وحبيبي، تحاضننا هنا بالمانيا كلها سلامه كلها حضن ماكو بالايد، اذا تعرف وحده وحده تعرفه قبل تشفتها حضن تاخذ لك بالخمس دقائق، اذا مشتاقت لك هيك تسوي لك شو لان قديش زين، بقول لك صار له صحيح تعبير عن الاشتياق. اي تختلط العطور تحكي لغه العطور مع بعض يختلطين الاشتياق، فهي ظلت تسوي هيك اختلاط وي ديرت وجهي، لا ماكو ريحة تبط هنا، جو بارد والاجواء تخبل وكل عطور وكل اخر شيء، كل اخر مدير. وهي ديرت وجهي هيجي لقيت واحد رفع الجلاس مال القهوه وباوع تك عين، باوعت انا عليه، باوع عليه الماني، قلت لك راسه شلون النص طوبه مال الصبغ، صير راسه مدعوج مدعوج سبحان الله، شلون واحد طاب عليه بتخماخ وضاربه منه صحيح سبحان الله، راسه هيجي ومنا بس منا ومنا شعر خصل واقفات وباوع عليه شلون اليد مال الجير هيجي سبحان الله، هذا يصير
تدري ايش يشبه دوغان؟ دوغان اللي طلع ويا على مدار، هذا اللي لقاه بالكنيسه باوع عليه وشرد، اللقطه اللي تخوف اللي طلعت بالمسلسل. لابس زي ابيض صحيح. هذا اللي باوع عليه هيك بالكنيسه قلقه، وبعدين طلع من ذيك الباب خلى مراد بدوامه. نفس النظره باوع اللي بها، باوع هيك رفع قلاص القهوه، رجع نزل قلاص القهوه باوع عليه، باوعت عليه يعني. قلت له ضغوم مش دش ضغوم مش قزين يعني. قلت له ليش تباوع عليه انت؟ ليش تباوع عليه؟ كان يقول لي بهالعباره هاي، قال قال انت عراقي؟ بالعربي حكوا، قال انت عراقي؟ سبحان الله. فانا ظليت مصدوم، قلت شنو هذا؟ قلت شنو الماني؟ شنو يحكي عراقي؟ قال انت عراقي؟ عاد عليه مره ثانيه، قلت له انت تحكي عربي؟ قال شلون انا ما احكي عربي؟ حكي الله الله هاي نعمه الله علي وعلى عافيتي. اي قال تعال نشرب قهوه. قعدنا نشرب قهوه، تيجي قال لي وانت جبتها على مضربات السالفه على ال 450 دينار شلون لها قيمه؟ ايه صحيح. كنت مهندس نفط بالبصره، حكاها باللهجه البصره. قال انا كنت مهندس نفط بالبصره بميناء ام قصر، قال كان راتبي 500 دينار. قال بحيث من كنت اجي لهنا لالمانيا كاتب على بيته هذا من فضل الله وفضل البصره بالعربي فيلا. الله قال ورا ما نشرب القهوه ونكمل تعالي هاي للبيت. ابو زاجر رحت ويا للبيت، تسمعني؟ ايه رحت ويا للبيت، انفتحت البوابه، طلعت المانيه طويله ضخمه صاحبه الجسم البكم مالتها شلون الدعاميه مال كابرس. قال شوف هاي زوجتي؟ قلت له ايه. قال اقسم بذات الله كنت اطبب فلوس الالماني عن طريق المطارات. قال اطببهن عن طريق زوجتي. قلت له شلون اطببهن عن طريق زوجتك؟ قال شفتها هي خوشنها بكم مال كابرس ضخمه صاحبه الجسم يعني حش السامع انا وهي هاي يعني عاديه هو عليه انقلها عن كلامه هو عن لسانه هو يقول. قال كنت البسها يعني العفو من الموجودين، قال يعني الدبل ملابس داخليه اظن بيهن الفلوس، عرفت شلون؟ يعني قال يعني كنت اضم الفلوس بالستيان هيك حجاه حتى لا. قال من كنت اطبب الدينار العراقي، الدينار العراقي من كنت اطببه للبنوك الالمانيه، يقول يجي مدير البنك بعظمته ابو سيدي يقول لي فدوه اروح لك تعال يمي ابدل لك اياه. شوف ايش قد كانت لها قيمه الدينار العراقي، ترى اللي دمر الدينار العراقي يعني لعب بالعراق لعب حسين كامل نعله الله على روحه. قام يطبع بايام التصنيع العسكري، قام يطبع بحيث المعلم من يريد يروح يجيب الراتب يحطه بالسله مال البايسكل. هل قد فلوس ما لها قيمه صحيح لوكات. ف نوصل السالفتك لحد ما وصلت لل 450 دينار.